مرحبا بنات، يوم سعيد ويوم جميل إن شاء الله علينا وعليكم. حلقتنا اليوم بما أنه دخلنا على موسم جامعات، اختارينا أنه يكون شعر وميك اب رح نشتغله سيمبل، أنه هو ميك اب الجامعات أو الميك اب النهاري. فرح نشتغل الميك اب السيمبل، الميك اب الخفيف، والشعر رح نختاره فتشي هادئ وفتشي طبيعي. خليكم وياي وخلي نشوف شلون رح نشتغل الميك اب والشعر. ابقوا وياي. رحب بكم مره ثانيه اكيد ويا الميك اب ارتست رنا. هلا ورنا، شلونك؟ هاي مروه حبيبتي، ايش راح تسوينا اليوم رنا؟ اليوم راح نعمل ميك اب ناعم، ينفع للجامعه، للطلعات الخفيفه، للطلعات النهار يعني ميك اب نهاري. اوكي، احنا اشتغلنا قبل هالمره ميك اب، اشتغلنا عروس واشتغلنا الميك اب السموكي اللي يميل للميك اب الخليجي، بس هم كان انه على اساس انه ميك اب سمبل والالوان اللي هي فاتحه دخلنا بها الالوان اللي هي الالوان الغوامق اللي اسود والبنيات. يعني انت برايك اذا اردنا نشتغل مثلا ميك اب خفيف نقدر انه ندخل الوان الاسود لو بس لازم الوان الترابيه او الالوان الوردية؟ الترابيه بيكون افضل لانه دائما الاسود بيكون لليل اكتر. هو صح الليل. بس نقدر نخلي انه بالطرف طبعا. تحكم ويا شلون العين او سحبه العين؟ هي شوية لأنه عيونها برزين، فبنحاول أنه نبعد قدر الإمكان عن الشيمري، الألوان الشيمري، الجولد، السيلفر، لحتى يبين الميك اب ناعم عليها. الألوان اللي بيها جلتر، الألوان اللي تكون هي يعني أوكي أكيد. هي فاتحة بس تكون ضاوية بنفس الوقت على العين. أكيد هذا فتشي همين يحكم أنه إحنا نختار الميك اب الناعم والخفيف، بس لا ننسى أنه إحنا مثلا سحبة العين أو أنه شكل العين يفرق عندنا بالميك اب. مثلا هسه إذا يعني أكو عين يلوق لها أنه الميك اب الناعم وأكو عيون ما يلوق لها الميك اب الناعم، صح؟ طبعا العيون يعني في أنواع العيون، في العيون المبطنين هذا بيكون لهم ميك اب خصوصي لحتى يبين العيون اوسع. دائما العيون البارزه بنحب انه نخفف شويه من بروزها، فبنحط إشي ناعم 100%. فكل عين لها رسمه اكيد. والاي لاينر، والاي لاينر طبعا في هذا اللي يكون لاينر، في كثير انواع لحتى يناسب كل شكل. زين، هسه اللي نشوف اغلب البنات اللي يدخلون حتى بنات الجامعه اللي هي مثلا ما تخلي ميك اب، تخلي الكات لاينر وتخلي البلاشر وحمره، ليش ما نقدر انه احنا مثلا يعني ندمج هيك وهيك؟ يعني لا، في بنات بتفضل انه تحط اي شادو بالالوان الناعمه، الترابيات، الالوان اللحميات كمان تكون كثير حلوه، فبنقدر ندمج الاثنين مع بعض. تمام. الكونتورنج داخل بميك اب النهاري؟ اكيد طبعا. زين، احنا اذا دريد نختار مثلا انه احنا دريد نسوي ميك اب نهاري او ميك اب جامعه، خلينا نقول الكونتورنج اللي نعرفه انه اوكي يبرز تقاطيع الوجه او تقسيمه الوجه، بس بهالحاله هاي احنا كلش كثرنا ميك اب على البشره. هو نهار اكيد، صح؟ هو نهار بنستخدم الكونتورينج، بس كمان بيكون له حدود، يعني ما بنبرز كتير زي كونتور الأنف أو الخشم، بيكون شوية أنعم من ميك اب الليل أكيد، بس أكيد بيكون في كونتورينج. أوكي، هسا احنا باقي نياش خلي أشوف بيش راح تبدين. راح تبدين أكيد أنه أنت تخلين هسا البيسينج يعني بالبداية، وبعدين نشتغل بدرجات العين. تمام، باقين ويا رنا وخلي نشوف أول خطوة راح تخطيها شنو بالميك اب. خليكم وياها. اول شيء عملنا البيز للفيس، حطينا برايمر، حطينا المرطب وبعدين البرايمر، وهلا بدنا نبلش بالميك اب العيون. طبعا هذا بيز للعيون. بدنا نبلش بكونتور الخشم.
بنوزع بفرشاية الدمج. نستخدم اللوس باودر لتثبيت الفاونديشن. البلاش او البلاشر عدنا وياكم اكيد ومستمرين ويا رنا. يعطيك الف عافيه رنا حبيبتي. الله يعافيك. كلش حلو الميك اب سمبل وناعم والالوان حلوه. عاشت ايدك. شنو بقى عندك؟ بس دايل الحمرة. يلا تخلي الحمرة. يلا اوكي. الحمرة حتختاريها فواتح صح؟ اكيد طبعا، لانه زي ما حكينا اللوك نهاري فالحمرة كمان بتكون فاتحه. تمام ماكو اي مشكله بنات. اكو ماخذين يعني اغلب البنات يشتغلون الميك اب، اذا اشتغلت لون العين لالوان الغوامق لازم تخلي الجلوس انه تخليه الالوان الفواتح. اذا اشتغلت العين فواتح تخليها غوامق. هذا ما له علاقه صح لنا؟ هو بيكون افضل شويه انه بنعمل فوكس على شيء واحد من الاثنين، يا العين يا اللبس. بس انتوا لا تنسون يعني هسه احنا تصوير، بس احنا من الفيديو هذا كله تدريد نوصل فكره بس لا اكثر ولا اقل. يعني مثلا هسه الموديل احنا خالي الهرموش، اكيد يعني انت رايحه جامعه او طالعه مثلا مول او طالعه نهاريه يعني ما يستوجب انه خال الهرموش. اكو ماسكارات طبعا بغض النظر عن البراند يعني، بس اكو ماسكارات بيها ماسكاره التكثيف
انه هي يعني نخلي درجة واحدة بس او طبقة واحدة من الماسكارا وبعدين نخلي ماسكارة التكثيف ووراها حتى نثبت نخلي طبقة ثالثة من الماسكارا ينطي فوليوم صحرنا للرموش. أكيد. فبهالحالة هاي انه نستغنى عن الرموش. ليش؟ لانه احنا ما ننصح يعني ما اعرف يمكن الميك اب ارتست رنا راح هي على حسب الحاجه يعني اذا بدك تحطي رموش لانه الرموش صارت كمان كتير ترندي او اذا بدك تكون كتير طبيعي فيك تحطي بس الماسكارا. اكيد. واحنا حتى نكون طبيعيين اكثر نخلي بس الماسكارا. ليش؟ طبعا. لانه يعني الرموش خلينا نخليها مثلا باوقات اللي يكون عندنا مناسبة عندنا حفلة طلعة مهمة هاي الأشياء لا تنسون أنه ترى هو الأكستنشن أو الرموش أو هاي الأشياء اللي نخليها الجلو تاع الرموش ده نخليها على العين ما راح ينطي نتيجة سلبية بعدين يعني أول يومين ثلاثة راح تشوفيه حلو حتى الرموش اللي هو البيرمنت اللي الرموش الدائمية بس الرموش الطبيعية أكيد راح تبدأ تتساقط فإنه حتى لو ركبتيها ونفطريتي على هذا شفتيها شكلها حلو هو أكيد كل شكلها حلو بس اضطريتي على أنه أنت تركبيها لازم أنه كل شهر تنشال وتعتنين بالرموش الطبيعية اللي عندك ترجعين مرة ثانية تركبيها إذا احتاجتيها ويستحسن أنه نخلي الرموش اللي هي لاين واحد اللي وحدات ولا لاين واحد انت شو تفضلين هسه اللي استخدمتي انت لاين واحد صح لاين واحد يكون يعني احسن على العين يعني شويه اهدى على العين وما يتعبها كل شويه هيك انت اختاريت الحمره هم ترابيه ايه تمام خلينا كونتور مثل ما شفتوه باقي ونشوف التتشات الاخيره اكيد الشباب راح ياخذوها ويشوفون اللمسات الأخيرة هي هسه خلصت اللمسات الأخيرة بس حتى نشوف الميك اب النهائي بس تكمل رنا وبعدين ننتقل وياكم على الشعر والشعر راح نختاره من فتشي سمبل وناعم لأنه نهاري أو أنه جامعة يعني اختارينا هيك شيء شفتوا التتشات الأخيرة اللي اشتغلتها رنا بعد ما اشتغلت التتشات الأخيرة أكيد راح ننتقل لمرحلة الشعر الشعر راح نختاره سمبل خليكم وياي حياكم الله من جديد وهسه ويا الكوافير علاء الناصر علاء شلونك اهلا وسهلا شو اخبارك علاء اليوم اشتغلنا ميك اب سمبل اللي هو الميك اب اللي تروح بيه للجامعه والميك اب اللي تطلع بيه بالنهار واريد اختار انه تشتغل لها شعر على نفس الديزاين اكيد ايش راح تسوي لها اليوم شيء ناتشرال كثير اللي هو الويفي اللي خرج يعني طلعه خرج جامعه خرج عشاء يعني شيء يبين ناتشرال كثير أنا أريد جامعة أكيد. يعني حصرياً هاي الحلقة لأن إحنا سداخلين على موسم جامعات فأكثر البنات إنه تحير شو تسوي شعرها وتطلع الطبيعي اللي بيكون فريش بالضبط 100% اللي هو أكثر شيء الشسوار ستريت يعني سشوار ويبي عريض شوية بحركة أيوة بالضبط تمام شو راح تسوي لنا هسه راح نعملها هلا ويبي عريض اللي يبين طبيعي كثير يعني مو خرج عرس تمام الويفي على أنت تشوفه أنه يعني للشعر الطويل أحلى لو للشعر القصير هلأ ما بيفرق هلأ إن كان طويل حلو وإن كان قصير حلو بس بالنهاية إحنا لما نعمل إشي ناتشورال نعمله يكون فريش كتير ما يكون يعني خارج عرس 100% يحكم وياك إنه إذا الشعر شقارات ما بيحكم لا. مثلاً الويفي أنه اللي ماخذين عليه فكرة أنه راح يكون بتجاعيد وراح يكون شلون نقول إحنا بالعراق نقول منفوش كبير هلا منفوش بطريقه ثانيه اذا الشعر كان كثير تعبان ما بقدر انه اعمل ويفي لازم الشعر يكون صحي عشان اقدر اعمله اي شيء كان سشوار حلو كان ويفي حلو كان رفع شنيون حلو فبالنهايه يعني في برودكت بقدر استخدمه قبل ما اعمل اي شيء اكيد حلو اكيد راح تخليه قبل اللي هو شنو اللي هو البرودكت اللي احنا بنحكي فيه هلا انا راح اصور لكم اياه واشرح لكم تمام اللي تخليه قبل الشسوار قبل السشوار تكون الشعر محمل؟ اكيد وضح لي بس هاي النقطة حتى البنات يستفادون من عندها هلا احنا اوريدي بنحمم الشعر تمام وننشفه قبل ما نشتغل عشان يعطينا اللمعة ويعني يعمل لي ريفرش للشعر لازم نستخدم عليه فيه شيء اسمه فوم فوم اللي هو كيف السيرام صح بالضبط اللي هو قبل الشسوار بنشتغله وبنحطه قبل ما نشتغل بيعطينا الشعر ناتشورال كثير ينطي يعني بيعطينا لمعة لمعة بيعمل له ريفرش
حلو تمام 100%. خليكم وياي ويا علاء خلينا نشوف ايش راح يسوي، ايش راح يقدم لنا. اكيد فتشي حلو على شغله معروفه اكيد كل شغله. يعطيك الف عافيه يا رب. على ودي اكيد كلش حلو الشغل. ثانك يو. سويت لها فير صح؟ هلا عملنا لها اليوم فير. يس عملنا لها فير ناتشرال يعني. بس هلا المشكله عند الناس ماخذين طبيعه عن الفير انه الفير شغل اعراس شغل حفلات، فهو اجمالا انه الفير جمال المراه اكثر، يعني اكثر من السشوار اكثر من اي شيء، عرفتي؟ لانه الفير الناتشرال لما يكون بهاي الطريقه تحسي انه الشعر عن جد هو حلو وهو هيلثي وهو جمال المراه اكثر. فاجمالا انا بنصح كل حدا يعمل هيك فير. انت تشتغل انه تاخذ الخصله عريضه انتبهت عليها؟ نشتغل هلا الويف العريض اجمالا لازم اخذ الخصله عريضه. ليه؟ عشان يعطيني بهاي التكسيره، ما يعطيني اياه من فوق بكون كثير ملفلف، وهذا انا ما بنصح حدا تشتغله لانه هاي يعني شيء كثير قديم صار. صح. فهلا الناتشرال اكثر هو الويف العريض 100% وتشتغل به يعني تهوف اكيد يعني هلا بالضبط بننزل الشعر كله، يعني بننزل نص الشعر وبعدين بنلف، عشان هيك يعطينا جمال اكثر للمراه 100%. وحتى ما ينفتح اكيد تستخدم السبراي، هو اجمالا انفتح او ما انفتح، كل ما يعني اجمالا بصير احلى وناتشرال اكثر يعني طبيعي. اكيد طبيعي أكثر. تسلم ايدك مره ثانيه، وديك يا رب. عاشت ايدك وديك وديك يا رب. اكيد هو هذا فتشي احنا طبعا يعني انه مو فتشي ثابت ويبقى هذا فتشي افتراضي، يعني احنا انطينا بس كفكره انه يعني تقدرين انه تسوين شعرك هذا ويفي. اكثر البنات خاصه احنا عندنا بالعراق ما راح تقدر، اذا شعرها طويل ما راح تقدر قياسا للجو قياسا للشارع ما راح تقدر انه تسوي فير، يعني لانه احنا وضعنا مختلف هناك. فهي بما انه اصلا هي الموديل شعرها طويل اختارينا هذا الشيء كشيء افتراضي. اكيد ان شاء الله يكون عجبكم الشغل وان شاء الله يكون عجبكم الميك اب والشعر اللي قدمتنا يا رنا. شكرا لك اكيد علاء، وشكرا للصالون جابي تعاونهم ويانا. تقبلوا تحياتي بالاعداد والتقديم مروه هاشم، مع السلامه.